الأمن الروسي يراقب ألعاب الفيديو وتحركات لاعبيه، ففي واحدة من أكثر الألعاب شعبية في العالم وتدعى ماينكرافت، قام الأمن الروسي بإلقاء القبض على المراهق نيكيتا يوفاروف صاحب 16 عاماً، خطط لتفجير مبنى داخل اللعبة نفسها مكتوب عليه الأمن الروسي العام، ليحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات تحت بند ضرب الإرهابيين بشكل استباقي. الحكم لم يأتي ظلماً كونها مجرد لعبة، فقد ذكرت التقارير أن المراهق ومن معه كان يذهبون لمبان مجاورة في الحياة الحقيقية لتعلم صنع عبوات ناسفة، ومن ثم يتدربون على العملية في الحياة الافتراضية. واجه المراهقون في البداية تهماً خطيرة بالانضمام لمنظمة إرهابية، لكن تم إسقاطها بسبب نقص الأدلة. وما زال المراهق حتى اليوم يقول في المحكمة: أنا لست إرهابياً.